درست في الجامعة لمدة 4 سنوات بدون لا أرسب ولا مرة ولا جالي أعيد مادة. أتوقع عندي خبرة كفاية عشان أعطيكم كم نصيحة. السلام عليكم. اللي ما يعرف، أنا درست تسويق في جامعة سلطان قابوس، وخلال 4 سنوات اللي قضيتها في الجامعة حاولت أني أجرب كل شيء. دخلت جماعات وشاركت فعاليات ومعارض، وحتى كنت جزء من تأسيس شركة اسمها نبض واحد. كل هذه المشاركات ساعدتني في أشياء كثيرة، منها أني تعرفت على ناس جدد وكونت علاقات فادتني كثير بعد التخرج. كونوا دحاحين. الدحاح كلمة تطلق على الطالب المجتهد اللي يدرس ويحاول يحصل على أعلى الدرجات. طبعاً كل حد في الكلية كان يفكرني واجد ذكية ودحاحة، لكن ما كل حد كان يعرف أني أصلاً درجاتي ما كانت كثير عالية، لكن حاولت أني أساعد الناس في الأشياء اللي أنا أعرفها. وصدقوني، ترى ما في شيء غلط إذا الواحد كان ذكي. وعلى سالفة الدح، ترى سنة أولى هي أسهل سنة الواحد ممكن يحصل فيها على الدرجات، ومن خلال أعلى الدرجات اللي تيجي من الفصل الأول والفصل الثاني بتفيد كثير لما الواحد يتخرج. وصراحة هذا اللي صار معي. في مسيرتي في الجامعة بديت مشواري مع التصوير والإنتاج واليوتيوب، وبسبب هذا الشيء كنت أصور للفعاليات وأمنتج فيديوهات للكلية والفعاليات الكلية. ومن هذه الفيديوهات كانوا 3 فيديوهات لفعالية الأسبوع التجاري اللي تصير بشكل سنوي تقريبا. للناس اللي توهم مقبلين على الجامعة، أتمنى لكم كل التوفيق واستمتعوا. الجامعة كانت من أجمل السنوات في حياتي، وصراحة الناس اللي تعرفت عليهم في أيام الجامعة كانوا من أكثر الناس اللي فادوني وفي نفس الوقت غيروا حياتي. حطوا نصائحكم لطلبة الجامعة في الكومنت، وإذا صارت لكم أي سوالف الضحك هم بعد حطوها بعد في الكومنت، وخلونا كلنا نستفيد من تجارب بعض. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وتسووا سبسكرايب للقناة، ونلتقي الأسبوع الجاي في نفس الوقت في نفس المكان.